التوقع ديالي الماتش ديال غدا ان شاء الله 3 بوين ولا بدا نجيبو 3 بوين من الرباط وربي كبير. لا لا ما كاينش شي ماتش سهل، كاع الماتشات صعاب. شتي المحمديه البارح شنا الماتش هما طلعوا جداد هما داو 3 بوين بجوج، ما كاينش ماتش سهل. اتوقع تكون استعدادات مزيانه ويكون كل شيء مزيان باش يربحوا. تعرف ما الا كانت الا كانوا الدراري مستعدين وكل شيء يقدروا يدوا البطوله مره. البطل الدوري المقبل فريق الرجاء البيضاوي انه قادر يفوز على الفتح الرباطي، كنتمنوا بالفوز ان شاء الله، وخا حنا رجاوي انا وكنتمنى الفوز فريق ديالي واي واحد كيتمنى الفوز فريق ديالو، والموسم هذا غيكون شاق جدا ان شاء الله. كنعرف ان المقابله ما غتكون سهله قدام الفتح، المقابله غتكون صعبه، انتدابات كنشوفوا انتدابات جديده عاوتاني، كنشوفوا السلام ان شاء الله باش يحاول ما يديرش لنا بحال الموسم المقبل، يحاول يفرح الجمهور ديالو في المباريات القادمه هذا الموسم ان شاء الله. ان شاء الله الرجاء راه كبيره والفوز ضروري، حيت راك عارف التيكي تاكا في المغرب معروفه عند الرجاء، والماتشات الكبار تا هما معروفين ديال الرجاء. انا راه ضروري ما غادي 3 بوين، هو الماتش راه ماشي ساهل بهذه الدرجه، ولكن راه راك عارف الدراري كاينين الدراري مفاهمين، الدراري زوينين، الدراري في المستوى يقدروا يجيبوا شي 3 بوين ان شاء الله. توقعات الرجاء هي ديما هي اللي كتربح ديما، الرجاء ما كاينها الرجاء، وانا رجاء وانا بيان سو نقول لك الرجاء اللي غتربح وديما الرجاء. الماتش يكون في المستوى حيت كنتسناو هذا الماتش شحال هذه، وكنتمنوا من اللاعبين غدا يقدموا لنا شي حاجه مزيانه. انا فرقه الرجاء عزيز عليا وكنتمنى لها ان شاء الله النجاح في النجاح، والله يسهل عليهم، وفرقه يعني محترمه وعزيزه عليا بزاف ان شاء الله. هذاك الشيء الله اللي كيعلم، ولكن انا كندعي لهم بالخير ان شاء الله. السلامي الا دار بحال هذيك الاخطاء السلامي غير سميتو يلعبوا المقابله غير يربحوها ان شاء الله، والله حتى يربحوها. غير السلامي كيدير الاخطاء بزاف، بحال دابا كيغير شي ماتش، بحال دابا الا كيربح هو كيخاف، كيخاف سميتو كيرجع للور، هو كيرجع للور صعيبه، حيت هو ماتش في افتتاح ديال البطوله، ماتش في افتتاح لابد تكون شي مفاجاه. نتمنى الله الراجل تربح، كونوا رجاله الدراري نلعبوا عليها ونجيبوها والله ما تروح، وان شاء الله يربحوا. ايوا هادشي اللي تنتمناو منهم وديما كنشجعوهم.